سيتم تشكيل فوج العمل مكون من أساتذة جامعيين وخبراء وإطارات من الإدارات والمؤسسات ليتكفل بإعداد مشروع ميثاق الأخلاقيات والأدبيات في الإدارة والمؤسسات العمومية. وسيكون هذا الميثاق بمثابة دليل يلتزم به كل عون عمومي مهما كان موقعه في السلم الإداري، كما سيشكل في المستقبل مادة تعليمية تدرج ضمن مختلف البرامج التكوينية.